أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتمون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى
ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم يدبأ بما في صحف موسى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من
نطفة إذا أتمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى وأنه هو رب الشعرى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر
ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومصطفانا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه علمنا اللهم ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم أمين Brothers and sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Today is the 29th of Ramadan. May Allah subhanahu wa ta'ala accept from all of us all our good deed. May Allah subhanahu wa ta'ala make all of us among al-maqbuleen, that Allah subhanahu wa ta'ala accepted from them all their good deed. I was talking yesterday about sadaqat in Ramadan, charity in Ramadan, and I promise you to talk today also about that. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, as I mentioned from before, he said the best sadaqah for the Muslim to pay, the meaning of hadith, is a sadaqatun in Ramadan, fi Ramadan. When we pay a sadaqah, you purify yourself, you sanctify yourself, and also your body. دَوُ مَرْضَاكُمْ بِالصَّدَقَةِ Cure your illness, your ill people, by paying sadaqah. And in this case, تَشْرِيكُ النِّيَّةِ is okay, is good. تَشْرِيكُ النِّيَّةِ, that means to do one action with multiple intention. For example, to give charity. You want to give it in Ramadan. This one intention. You want to give it on the behalf of your dead relatives, especially parents, fathers and mother. It works. At the same time, you want to pay it to purify yourself and sanctify yourself. It works. So the same sadaqah, you pay it to cure one of your family's member, he or she is sick. It works. Also, you pay it for Allah subhanahu wa ta'ala to take away the harm, hardship from you or in front of you, and whatever Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. So with one action, when you pay this $1,000, this $100, more and less, let you have all this intention together when you pay it for the sake of Allah. So, don't forget your own masjid and pay this sadaqah, pay this zakat, pay this charity, pay this general charity to the masjid. The other benefit of the charity, إدخال السرور على نفس المسكين, يعني to cause happiness in the heart of the needy. Regardless if you pay it directly to them or you pay it to the masjid, and the masjid will pay it to the needy or to the poor. The other purpose of the charity, التوسعه في الرزق. And subhanallah, التوسعه في الرزق, that means has more than one meaning. The first meaning, when you help a needy, you extend his provision. And Allah subhanahu wa ta'ala made you as a cause, a sabab, for this family, to this family, made you a cause, a reason for this family to extend their provision and their rizq. At the same time, the other meaning, when you pay, Allah subhanahu wa ta'ala will replace you. Yesterday I mentioned a verse from Surah Al-Baqarah, qala subhanahu wa ta'ala, وما أنفقتم من نفقة أو وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. And I explained that Allah subhanahu wa ta'ala will replace you, and Allah is the best among الرازقين سبحانه
وتعالى. The other thing, الرسول صلى الله عليه وسلم, he praised those who spend secretly to people individually. If you spend with your right hand, your left hand doesn't know what your right hand spend. This is if you pay it to the individual, to the poor, to the miskeen or faqir. But when you pay it to the Islamic center, nothing wrong to pay it online, PayPal, Zelo, and publicly. Subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala said, الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. الشيطان whispered in your heart, in your nafs, in your chest, if you spend you become poor. الله الشيطان يعيدكم الفقر, if you spend you'll become poor. And the shaitan all the time look at the issues or made try to make you to look at the issues from the appearance or outside or from the material point of view. You have 100, you spend 10, you have 90. So, and 90, you spend 100, it is 10, you have 80, extra until you have zero. So this poverty, this a shaitan promised you poverty. So what if you listen to a shaitan, you keep your money and you add to your money another money, you add to your money another money, and you have a lot of money. And now you are a slave to a shaitan instead of being a slave to Allah subhanahu wa ta'ala. You listen to a shaitan instead of you listen to Allah subhanahu wa ta'ala. So Allah subhanahu wa ta'ala forbade on you to do haram. A shaitan command you to do haram and you spend your money in haram. يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. Then when you have money, he command you, he tried to grab you and drag you to do al-haram. I don't want to mention any kind of haram, but any kind of haram need money. Now you listen to him first time, you didn't spend, you collected a lot of money. Then you listen to him next time, second step to order you or drag you to do haram. But Allah, the same ayah said, والله يأمركم الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم منه مغفرة وفضلا. But Allah subhanahu wa ta'ala promised you, prepare for you, if you listen to Allah and you spend for the sake of Allah, مغفرة. Allah يعيدكم مغفرة. Allah subhanahu wa ta'ala will promise you, is promising you a forgiveness if you spend, waving, erasing your bad deed if you spend, if you listen to Allah and spend for His sake. طيب, now you spend. A shaitan said, you will become poor. Allah subhanahu wa ta'ala said, وَفَضْلَ, Allah give you extra. Al-fadl is the extra. Allah give you more and extra, more and extra, plus forgiveness and waving all the bad deed and mistakes and the shortcoming you committed. So this is it is a clear equation. So you look yourself, what you want to pick, where you want to be, to whom you want to listen and obey. That is Allah subhanahu wa ta'ala and the shaitan. So don't forget hadith al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. When the first night of Ramadan, the first day of Ramadan came, yunadi munadin, of course from the heaven, from the sama, yani, ya baghi al-khayri aqbil, wa ya baghi al-sharri aqsir. Every day in Ramadan, not every day, the first day of Ramadan, and every day, but the first day of Ramadan, Allah will send an angel, and this angel will call upon the people. I believe this angel maybe is as a size is bigger than the earth. Will call to people. All who want al-khair, the goodness.
all people who want to do goodness or good deeds, come. This is your time. The gate of the heavens are open. The gate of Jannah are open. Ar-Rahmat of Allah is down, coming down. Whoever want to do good deed, this is the time. Aqbil, come. This is your opportunity. And the one who want to do shar, evil, bad deed, get out of here. It's not the time. It's not the season of bad deed. This is the season of doing good deed. And the best or among the best good deed to do is spending for Allah's sake. Helping people, helping poor. And I'd like again to remind you that the masjid is yours. The Islamic center is yours. The community is yours. And the poor who are living here are your brothers and sisters. Plus, the Islamic centers need some expenses. It is your responsibility. To my knowledge, there is no Islamic center has any ministry or embassy in Washington to spend on it. Or any Islamic country overseas to spend. Or let us say, over 90% of the Islamic centers, it is any self from the community help. The support, will get the support within, among the community itself. At the end of the day, is you. It is your responsibility, it is our responsibility. Try your best not let the Islamic Center to stop functioning. Islamic Center, inshallah, very soon. And I heard today or yesterday, yesterday I think, that the president make like an order to for the place of worship to open. That means soon, very soon, inshallah, will open the masajid and Muslims go back to their masajid. And of course, they have to be careful from the health point of view or the health issue. But inshallah, will be open. Still, the community, they have their need. May Allah subhanahu wa ta'ala reward all of you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا